نتحدث عن المسؤولية رضوان، قبل ما نتحدث عن المسؤولية كما قلت لك كانت تواني، لو تأهلنا اليوم ما نتكلموش عليها، ما نتكلموش على المسؤولية. صح، لهذا ما هي كانت جزئيات فقط قبل التأهل، ولكن مسؤولية جماعية رضوان. والمسؤولية الجماعية بداية من الطاقم الفني المدرب وصولا إلى اللاعبين، لأنه من غير